جابر شاب مصري تخرج من كلية الحقوق لكنه لم يعمل في مجال دراسته، فأخذته الصدفة إلى عالم الكونغ فو وأيضا عالم السوشيال ميديا. هنتعرف عليه أكثر. جابر بدأ المجال بالصدفة، حبه لكرة القدم مثل بقية شباب جيله كانت كلمة السر في اكتشاف رياضته الجديدة. حكى لنا القصة. أنا في البداية كنت بمارس تمرين لياقة بدنية وبلعب كرة قدم، ولكن للأسف كان تدخلي مع زميلي وأنا بلعب معهم يعني كنت عنيف جدا، فكلهم قالوا لي طب حاول تشوف لعبة قتالية فيها عنف. فمن هنا بقى بدأت أبحث وكنت بشوف أفلام الكونغ فو بالذات، ولكن كنت فاكر اللي بيعمله كله عبارة عن كذب وخداع. ولكن لما بحثت تيقنت ان فعلا في فن اسمه الكونغ فو، وعرفت ان الكونغ فو ده هو هدفه اصلا ضبط النفس، وهو عباره عن حركات كتيره جدا جدا، فتعلمها مفيد لي طبعا ان هكسب بطوله او هدافع عن نفسي او اتحكم في انفعالاتي وعواطفي. ومن هنا كانت البدايه، ومن ساعتها بقى حبيت الكونغ فو جدا. وعلى الرغم انه بدا بالصدفه لكنه قرر ان يحترف في رياضه الكونغ فو، وكانت الميداليات وكسر الارقام القياسيه هدفه الرئيسي. فالى اين وصل في الالعاب القتاليه؟ الحمد لله خدت شهادات كتير، وبعد الالعاب القتاليه ركزت زي ما قلت على موسوعه جينيس، حطمت اكبر رقم في العالم للاعب الهند في حركه اسمها الكارتويل. لاعب الهند كان عامل حوالي 62، انا عملت 63 في دقيقه، وحطمت رقم لاعب ايرلندا من اوروبا كان عامل 32، حركه اسمها الرقص الحديديه، هي شقلبه على الرقص، حركه صعبه جدا، وانا الحمد لله عملت حوالي 56، فرقت برقم كبير جدا عنه. وحطمت رقم لاعبين كتير من دول اخرى، وحاليا طبعا انا بستعد لتحطيم رقم لاعب روسيا. فكرة الدخول لعالم السوشيال ميديا برياضة غير جماهيرية هو أمر ملفت، لكن أيضا الصدفة لعبت دور مع جابر. في الجنينة، في الصالة، هنا ما كانش في دماغي موضوع السوشيال ميديا ده. فكان ليا زميلي في كلية هندسة عنده ظروف مادية صعبة قوي، فقال لي يا كابتن جابر ليه ما تنزلش فيديوز على السوشيال ميديا؟ فأنا طبعا ما كانش عندي كاميرا أو حاجة زي كده، ولكن الحمد لله ربنا وفقني، يعني كان في ناس بتديني الكاميرا بتاعتها باخدها وبصور. بعدين بدأ الموضوع يكبر معايا، لكن أنا ما كانش في هدفي خالص إن أنا أتشهر أو أتعرف، لا أنا عندي طاقة عايز أعلم الناس. وفعلا لقيت إن السوشيال ميديا مهمة جدا، السوشيال ميديا حاليا بقت كمان يعني عليها عدد فولورز أكتر من التي في. فبدأت إن أنا أركز على طبعا الإنستجرام، على اليوتيوب، على الفيسبوك، وعلى تويتر، على مواقع كتير جدا أكون فعال فيها باستمرار. صفحة جابر اللي سماها نسر الكونغ فو بيتابعها على فيسبوك أكثر من 1,000,000 متابع. المحتوى اللي بيقدمه دفع كثيرين إن هم يتابعوه، لكن إيه اللي حفزه لتعليم مهاراته في هذه الرياضة عبر فيديوهات على الإنترنت؟ طبعا أنا بنشر فيديوهات وهدف الرئيسي هو مساعدة الشباب وكل الناس، لأن في ناس كتير جدا عايشة في مناطق ما عندهمش مدربين، في ناس كتير جدا ما عندهمش القدرة المادية ان هم يدفعوا اشتراك التدريب. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا ساعد الشباب علشان ما يمروش باللي انا مريت بيه، لان انا في البداية ما لقيتش مدربين ووقعت في اخطاء كتير واتصبت. فانا هدف ان انا ساعد الناس يكون عندهم لياقة بدنية، يحافظوا على قوة قلبهم، قوة اعضاء جسمهم كلهم، ويعرفوا كمان يدافعوا عن نفسهم وقت الضرورة ووقت الخطر، ويكونوا ابطال وعندهم شغف وطموح كبير.